إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أحق الناس بإبراهيم وأخصهم به وأقربهم منه الذين آمنوا به وصدقوا برسالته وأجابوا دعوته في حياته واتبعوا دينه وشريعته بعد مماته، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه هم أولى بإبراهيم من غيره، والله ولي المؤمنين وناصرهم ومؤيدهم لأنهم طلبوا الحق وآمنوا به. وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين وباعوا دينهم بدنياهم وتركوا الحق جريا وراء شهواتهم فليسوا من إبراهيم وليس منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي